السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم انفوتيك فان. في هذه الحلقة سوف نتعرف إذا يمكن تغيير الشاشة بأكملها أو تغيير شاشة اللمس فقط. هنا في موضوع هذه الحلقة سوف نجد سامسونج جالاكسي S5 4G. للتأكد من إن كان سوف نستبدل الزجاج الأمامي فقط، سوف نقوم بإدخال هذا الكود ثم ندخل إلى تاتش هنا ونقوم بهذا التست. يجب الحصول على هذا اللون الأخضر في جميع مناطق الشاشة. هكذا، فإن استكمال التست يقوم بالانغلاق أوتوماتيكيا والحصول على هذه الواجهة من جديد. إذا حصلتم على هذه الواجهة وتم استكمال جميع مربعات الشاشة بلون أخضر، فسوف يمكنكم استبدال فقط الزجاج الأمامي دون استبدال الشاشة بأكملها. أتمنى تكون هذه الطريقة قد أعجبتكم. لا تنسوا الاشتراك في قناتكم انفوتيك فان، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. شكرا على المشاهدة.